أحمد المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أرحب بك بداية أستاذ أحمد. كيف تابعت عمليات أردوغان الأخيرة بانسحابه من مناطق قريبة جدا من المنطقة الوسطى ومناطق التوتر كما نسميها سرت الجفرة؟ هل هي عمليات شبيهة بعملية نبع السلام التي أطلقها في سوريا أو شمال السوري ومن ثم باءت بالفشل دون أي إيرادات مع انهيار الاقتصاد التركي تباعا؟ نعم أستاذ أحمد، مرحبا بك ومرحبا بمشاريع قناة الحدث. ما حدث اليومين السابقين يجعلنا نعيد النظر في الترتيبات أو تصورنا لمجريات الأمور فيما يخص خطف الجفرة، سرت الجفرة الخط الأحمر، إضافة إلى أن أردوغان ليس بجديد عليه أن هو يدخل في ملف النفط أو الشبهات النفطية، لا سيما وأن أردوغان وعائلته تورطوا فيما سبق بشراء النفط المسروق بين سيطرة داعش على بعض المناطق والحقول النفطية في شمال العراق. أردوغان كان يعول على مرتزقته وميليشياته بأن يسيطر فعليا على منابع النفط في الهلال النفطي، ومن ثم ستكون لديه ورقة قوية جدا يتفاوض بها ويضغط بها على الاتحاد الأوروبي أو حتى يضغط بها على الشركاء المستقبليون في عملية التنقيب والبحث عن النفط. الكل يعلم ويرى بأن لدى أردوغان مشاكل اقتصادية لا سيما فيما يخص الطاقة. تركيا تسترد من الخارج ما يفوق أو تعتمد اعتماد كامل على ما يفوق المليار دولار سنويا مصروفاتها على موضوع الطاقة. هي ليس لديها منابع طاقة وتعتمد على الطاقة من الخارج، تستورد 400,000 برميل من النفط من روسيا. يعني لديها مشاكل كثيرة جدا فيما يخص موضوع سداد نقصها وعجزها فيما يخص الطاقة. عول أردوغان وبغبائه السياسي على أن سرت ستكون لقمة سائغة له وأنه سيدخل إلى سرت ومن ثم الحقول النفطية، والله أعلم ما بعد ذلك ما هو طموح أردوغان. ولكن الكل يرى ويسمع بأن أردوغان بدأ ينسحب تدريجيا وانخفضت حتى وتيرة تصريحاته، لا سيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا تواجد القوات الليبية أو القوات المسلحة العربية الليبية وزيادة وتفعيل قدراتها القتالية والأسلحة النوعية الجديدة اللي تكلم عليها اللواء أحمد المسماري زادت من قدرة القوات المسلحة على صد أي هجوم محتمل. أردوغان كان ينظر لهذه المنطقة من زاوية واحدة، ولكن يبدو أن هناك من نصح أردوغان بالابتعاد عن هذه الخطوة لأنها ستكلف أردوغان وتكلف تركيا غاليا جدا، لأن سيما وأن أردوغان لديه مشاكل في الداخل التركي حتى داخل حزبه نفسه يوجد لديه انشقاقات. الكل الآن بدأ يتباعد عن أردوغان ويترك أردوغان لغبائه السياسي بتدخله في الملف الليبي. نعم، إذن ملف الحقول النفطية كما ذكرت حضرتك لم يتحصل النظام التركي عليه كما أراد منذ بداية احتلاله أو غزوه إلى المنطقة الغربية. مطالب جديدة من حكومة الوفاق مؤخرا بفتح حقول النفط، ومن ثم تصب هذه الإيرادات في مصرف المركز أو حساب المؤسسة كما يدعي صنع الله، وهو أحد أطراف النزاع وأحد الأطراف الموالية لحكومة السخرات. هل برأيك هذا طلب تركي صرف لفتح حقول النفط للقبائل الليبية والمجتمع الدولي طالب بفتح حقول النفط من أجل نهب هذه الثروات عن طريق البنك المركزي في طرابلس؟ نعم سيد أحمد، شوف، هو أردوغان منذ فترة يعني وصلت لديه معلومة بأن الخط العسكري الذي يستهجه أردوغان قد يكلفه غاليا جدا، فابتعد قليلا عن التصعيد العسكري وتوجه، لو رأينا أنه هو اجتمع بمسمى محافظ المركزي طرابلس والزيق الكبير وصنع الله وغيرهم من المصريين وغير الزيارات اللي قامت فيها وفود عالية من تركيا بما يخص وزير الاقتصاد أو وزير الطاقة وغيرهم من منزار ووزير المالية من منزار طرابلس، والعكس ممن في حكومة الوفاق زار اسطنبول، دلالة على أن أردوغان أصبح ما لم يستطيع أن يحققه عسكريا قد يحققه بنظام الهيمنة وشراء الذمم من العملاء ومرتزقته اللي موجودين في عصابة الوفاق. صنع الله كان له يعني يعتبر أحد أدرى تركيا في دعايتها للسيطرة على الحقول النفطية. رأينا أول ما بدأ صنع الله في ترويج هذه الإشاعات عندما روج بوجود الفاغنر داخل حقول النفط وأصبح يخرج ويصرح بتصريحات يعني لا مبرر لها. نحن تفاجأنا لماذا يصرح صنع الله هذه التصريحات في وقت نحن جميعا نبحث عن ما يقربنا
يعني يجمع الليبيين ويجلس على طاولة واحدة، نتفاجأ بأن صنع الله يخرج إشاعات وهي ليس لها أساس من صحة بأن الحقول النفطية تحت سيطرة قوات أجنبية والفاغنر وغير ذلك. وهو ما يعطي لنا إيحاء بأن أردوغان صنع الله يطلب إيحاء إلى أردوغان أن يتدخل ويقوم بالهجوم على الحقول النفطية كذريعة، لأن الحقول النفطية فيها أجانب أو هي مهددة بسيطرة الفاغنر عليها. نعم أستاذ أحمد البهدوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي، أشكرك على كل هذه التفاصيل.